ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. ضيف الميكرو هو فنان ممثل مسرحي مصطفى حقيق. مرحبا بك على أنفاس بريس. الله يبارك فيك السي فريد. تحية للسي فريد وتحية خاصة أيضا للطاقم ديال قناة أنفاس، وتبارك الله عليكم وشكرا. الله يكبر بيك. الله يحفظك. دابا راه الجواد ديالك جابونا عندك. مرحبا بكل تواضع. مرحبا سيدي. مرحبا. قول لي، كنشوفك في الفيسبوك كتكتب شي حاجه، كتجي هذيك قلتي غنتعادلوا مع كرواتيا، تعادلنا قلتي غنربحوا بلجيكا بجوج زيرو ربحنا. واش هادو الجواد ديالك كيقولوها؟ والله العظيم والشهاده ديال الناس اللي شافوا داكشي اللي كتلحق في الصوري فيسبوك، قلت جوج زيرو غادي نربحوا ان شاء الله، وداك الشيء اللي كان ربحنا بجوج زيرو. والجواد ديالك اش مع كندا اش غنديروا؟ واش غادي نقول لك، التكهنات ديالي دابا راه باقي عندي واحد المخاض، عندي واحد الصراعات كيقول لي الجواد مع الجواد. الجواد كيقول لي واحد الفار غادي يحيدوا واحد البيت. الفار غيحيدوا البيت. غيحيدوا واحد البيت. والمش. خليني نهضر. المهم اش غادي نقول لك، كندا غيجعروا وغيديروا واحد الهجوم، ما كاين ما نقول لك. غيبقاو يهجموا، غادي يزقلو، غتجي واحد الفلتة. اش غادي نقول لك؟ الحمد لله. غادي نقول لك سميتو لا واحد اللاعب، غادي يضرب واحد السلتو غيتماركا بيت على كندا. شكون هاد اللاعب؟ واش غادي نقول لك؟ حتى العشية غادي نقول لك. باقي ما قالوش لك جواد. لا مازال ما قالوش، ولكن غادي تكون واحد المفاجأة، غيكون واحد الحماس منقطع النظير. تصور اللاعب دابا كل لاعب فيه جوج. إلا قلت لك واحد القضية الكنديين غيموت لهم الحوت. شتي ديك الطروبع اللي كانوا كيروبعوا؟ والله ما غيبقاو يروبعوا والو. غنقول لك يربحوا بربعه، غادي نقول لك يربحوا بثلاثه، ما غنكذب عليك، ولكني عندي واحد الحس انهم غيدوزوا وغتكون مفاجاه. وعندك الحس بان المنتخب غيلعب يعني بدل الروح اللي يلعب فيها المنتخب كل غيلعبوا بربعه. شحال حنا كيلعبوا؟ 11 غيلعبوا 22، كل لاعب فيه جوج جواد ديالو. قسما بالله لان غيكون واحد الحماس منقطع النظير، كل لاعب فيه جوج. دابا اش غنقول لك؟ ان شاء الله دابا كندا ملي غادي نضربوا كندا، وكندا غادي نضربوها ما كاينش المزاح، غادي نديروا لها واحد. قلت لك اللعابه ديالنا غيلعبوا ب 33 لاعب، كل لاعب غيولوا فيه ثلاثه، غيخدم كذلك واحد الحماس منقطع النظير. شي لا جوادك ما كاينش المزاح. دابا ان شاء الله الا دزنا الكارت فينا حنا دابا، وزهرنا تلاقينا مع سبليون، ولا تلاقينا مع المانيا قادي غادي يلعبوا فيها البيلانتيات، وغادي تز اشواط اضافيه، وجر من هنا جر من هنا، نقدروا نربحوا بالبيلانتيات. الا دزنا سبليون ولا ضربنا اما سبليون ولا اما المانيا، كاس ان شاء الله في ديالنا بكل تواضع. هادشي اللي قالوك جوادك. تحياتي.